أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إذا قلتم
صاحب ذي لا
وَأَمْوَالِكُمْ
خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله.